الحمد لله، الحمد لله حمدًا يليق بجلاله وسلطانه. الحمد لله الذي أعزَّ بالإسلام أهله، وأذلَّ من شاء بحكمته وعدله. الحمد لله القائل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكرٍ وأنثى، وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليمٌ خبير. وأصلي وأسلم على النبي، اللهم صلِّ وسلِّم عليه، الذي قال عنه عمر رضي الله عنه: تعلَّموا أنسابَكم تعرِفُ بها أصولَكم فتصِلُوا بها أرحامَكم. وقيل: لو لم يكن من معرفة الأنساب إلا اعتزازها من صولة الأعداء وتنازع الأكفاء لكان تعلُّمها من أحزم الرأي وأفضل الثواب. حفلنا الكريم، أهلاً بكم ما ردَّد التالون ذكرًا للإله، أهلاً بكم عدد ما سبح واستغفر لربه في الحياة، أهلاً بكم ضيوفًا أعزاء عند قومٍ كرما اكتمل فرحهم وطاب محفلهم بعد قدوم هذه الوجوه النيرة. فأهلاً ومرحباً بكم من قريبٍ طاب مقامه أو بعيدٍ تعنَّى ولبَّى الدعوة، فأنتم بين رجال الكرم والطيب والعز المجيد، إخواننا وجيراننا وأنسابنا قبيلة خديد العظيمة بتاريخها وتاريخ رجالها وتمسُّكهم بثوابت الدين وحسن الجوار ومنبع الشجعان في المواقف. وقد سطرت كتب التاريخ الكثير من سطور العز في هامة هذه القبيلة من كرم وشجاعة، إضافة إلى ما تميزت به من فراسة الحكمة واللغة والشعر تناقله الركبان جيلاً بعد جيل. فكانت من ضمن القبائل التي كان لها موروثها الخاص بها تاريخياً، وسطر لها التاريخ بمداد من ذهب هذا الإرث العظيم، فأي فخر بعد هذا الفخر فخرا. أهلا بكم في ضيافة الشيخ داخل ابن عبد الله الخديجي صاحب اليد البيضاء وسليل أهل الكرم والواقف، وليس بغريب أن يكون بين قبيلته ذا جاه وتقدير، فتاريخه يشهد له بذلك. قبيلة خديد، دعوتكم لنا شرف عظيم، وتلبية الدعوة واجب علينا، وقد ازددنا اليوم شرفا أكبر بحضورنا لهذا الجمع المبارك، والذي نسأل الله العلي العظيم أن يبارك في جمعنا ويربط أواصر الأخوة والمحبة بيننا، وأن يزيدكم من فضله ويسبغ عليكم نعمته في ظل دولة الأمن والأمان بقيادة سيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين. حفلنا الكريم، نحن قبيلة بني حارث، يتقدمنا أنسابكم من ذوي عباس، كبيرنا أخوي الأكبر عوض بن عباس البلاهدي، وأحد مشايخ قبيلة البلاهدة الشيخ عواض بن عايض شيخ قبيلة البلاهدة أهالي قرى وادي كتنة، والشيخ راشد بن عيض الحافي شيخ قبيلة الحفاة، والشيخ تركي بن مخضور الحارثي شيخ قبيلة آل محمد. تشرفنا اليوم بتلبية دعوتكم وحضور حفلكم، وهذا ليس بغريب عليكم، فأنتم أهل الكرم والجود، وتاريخكم في الماضي والحاضر موجود، الفرد منكم عن قبيلة، والقبيلة تفخر بأي فرد منها. وإننا وباسم قبيلة بلحارث نثمن هذه الدعوة والتي أصبحت وساماً على صدورنا، نرثها لأولادنا عن حب هذه القبيلة وما تمثله من طيب المعدن ونقاوة الأصل وحسن المعشر. فأنتم قبل أن تكونوا أنساباً وأصهاراً كنتم إخوة لنا في الدين والأرض، والأخوة
وقرب عاداتنا وتقاليدنا، فإنا في الأصل واحد والأصل لا يتجزأ، فأنتم نعم الأصل ونعم القبيلة في كرمها وطيب أصلها. حفلنا الكريم، كلمتنا في هذا المحفل قصيرة، رغم ما في خواطرنا من كلام نود أن نقوله ولا يكفي المجال لذكره، فمهما كتبنا وتكلمنا عن مناقب وأفعال قبيلة خديج فنحن مقصرون، ولن يكفينا إلا أن نقول في هذه الليلة: كثر الله خيركم، ورفع قدركم، وأعز جانبكم، وأكرمكم الله بكرمه، وزاد عليكم من نعمه التي لا تعد ولا تحصى. ونسأل الله العظيم أن يجعل جمعنا الليلة مباركاً فيه، وأن يسبغ علينا نعمته، وأن يدخلنا جنته، وهو القادر على كل شيء. وختاماً، صلوا على سيد المرسلين إمام المتقين محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.